بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فكل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم. الصدقة من الأمور العظيمة التي جاء بها الإسلام ليجعل التكافل موصولا بين الناس، بين غنيهم وفقيرهم، لأن الزكاة فرض من الله تبارك وتعالى وهي محددة ومقننة، أما الصدقة فبابها أوسع وأشمل، فالصدقة تأتي في كل وقت وفي كل حين، والصدقة ليس لها حد وليس لها حول يمر عليها، لأن الصدقة تأتي في كل وقت وفي كل حين كما أخبرت سالفا. الصدقة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث الصحيح: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا، وذكر من هذه الثلاثة ما نقص مال امرئ من صدقة. فالصدقة حين يخرجها الإنسان يتلقفها ربنا تبارك وتعالى فيربيها له كما يربي أحدنا فلوة، والفلو هو صغير الحصان، يتقبل الله عز وجل الصدقة من العبد فيربيها له حتى تصير كجبل أحد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الشهر الفضيل ينبغي أن نستبق إلى الخيرات كلها، وأن نفعل الأمور الصالحة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد إذا أقبل رمضان فيقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن بغاة الخير في هذا الشهر الفضيل هؤلاء الذين يلتمسون أو يتحسسون الناس فيعرفون فقراءهم ومحتاجيهم فينفقون عليهم ويتصدقون عليهم من فضل أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن الصدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فلا زال الإنسان يلتمس الفضل كله ويلتمس البر كله ويلتمس الخير كله في كل أفعاله وفي كل أقواله، ومن هذه الأفعال الصدقة. الصدقة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يتسابق إليها الناس فيحسنون إلى الفقراء ويغتنمون الفضل من الصدقة التي يخرجونها من فضل أموالهم. هذا جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ممكن الختم يكون أفضل من كده؟ ممكن أعيد الختم تاني؟ معلش يعني هنعيد شوية الآخرين دول تاني. ماشي، أقول تاني؟ أقول عادي؟ فينبغي على الأغنياء أن يتلمسوا أماكن الفقراء وأن يصلوا إليهم من باب التكافل والتراحم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يلتمسون الأعذار للناس ويتحسسون الفقراء في أماكنهم فيذهبون إليهم ويغنونهم ويعطونهم من فضل أموالهم. هذا، والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.